بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنبدا بالريتيننج وول. اول نوع من انواع الريتيننج وول معانا هو الجرافيتي ريتيننج وول. احيانا واحنا بنصمم جرافيتي ريتيننج وول بنلاقي ان هو مش مسايف في بعض الحاجات، فبنضطر نستخدم السيمي جرافيتي ريتيننج وول. والفرق ما بين الجرافيتي والسيمي جرافيتي يا باشمهندسين هو ان في الجرافيتي بيعتمد على الجاذبية بتاعته، على وزن المنشأ، على وزن المنشأ فقط في تحمل الأحمال الجانبية اللي هي وزن التربة والسيرت شارج. ففي الجرافيتي بيعتمد على وزن المنشأ نفسه. إنما في السيمي جرافيتي بقى اللي هو بيبدأ يستخدم بعض الحديد، حديد صغير جدا في قلب المنشأ الخرساني عشان يتحمل برضو الأحمال الجانبية اللي تيجي علينا. فبنقول عامة هنتكلم عن الجرافيتي ريتيننج وول، ومع الوقت هنعرف ازاي بيتحول لسيمي جرافيتي ريتيننج وول. بنقول ان النوع الاول يا باشمهندسين اللي هو الجرافيتي ريتيننج وول ده بيستخدم في سند حائط مقداره اتش اقل من 3 متر. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني لو انت عندك حيطة او لو انت عندك تراب هتسنده ارتفاعه اقل من 3 متر، يبقى في الحاله دي هنستخدم النوع اللي هو جرافيتي ريتيننج وول. لقيت ان الحيطه اكبر من 3 متر يبقى احنا هنستخدم انواع تانية ان شاء الله هنقولها بعد كده غير الجرافيتي ريتيننج وول. يبقى الفرق ما بين منسوبين التربه هو عباره عن الاتش ده، لازم تكون اقل من 3 متر عشان نستخدم الجرافيتي ريتيننج وول اللي بيعتمد على الضخامة بتاعة المنشأ والكتلة بتاعته علشان يقاوم الأحمال الجانبية اللي هتيجي عليه. طيب الجرافيتي ريتيننج وول بيتكون من ايه يا باشمهندسين؟ بيتكون من قاعدة غالبا العرض بتاعها بيكون كبير، والحائط بقى اللي هو بيبقى الارتفاع المسنود عندنا اللي هو المفروض يكون اقل من 3 متر عندنا، يبقى المفروض يكون المسافة من هنا لحد وش القاعدة من فوق ده اقل من 3 متر عشان نستخدم الجرافيتي ريتين جول. طيب تعال بقى نشوف الايه المود فيلير بتاعت الايه الريتيننج جول او اي ريتيننج جول. اول مود فيلير عندنا اللي هو حدوث سلايدنج للمنشأ بتاعك، يعني حدوث انزلاق زي ما الدكتور قال لنا المنشأ بتاعك. وديت عندنا 3 حالات، كل اللي احنا نشتغل عليه في التصميم هو ازاي نقاوم ال3 حالات دول عشان ما يحصلوش عندنا. زي ما قلنا اول حاجة اللي هو الانزلاق. الانزلاق ده يا باشمهندسين بيحصل في ايه بقى؟ بنلاقي ان القوة الجانبية بتاعة التربة، لان احنا عندنا هنا تربة، فالتربة دي بتبدأ تعمل ضغط جانبي على الحيطة ديت، وطبعا بتبدأ تزق المنشأ في الاتجاه ده عشان يبقى المنشأ في المكان المخطط ده عندنا. طيب ازاي نتحمل او نقاوم السلايدنج ده يا باشمهندسين؟ بتلاقي يا باشمهندسين ان نتيجة وزن المنشأ التقيل اللي عندنا بيبدأ يحصل احتكاك ما بين الأرض، فيبدأ يحصل مقاومة ما بين المنشأ وما بين الأرض عندنا عشان تقاوم القوة الجاذبية دي. يبقى ايه الهدف او إيه؟ ازاي نعمل او نقاوم الانزلاق ده؟ ان احنا نجيب وزن للمنشأ يعمل احتكاك مع الأرض، قيمة الاحتكاك دي تكون اكبر من القوة بتاعة زق الأرض للمنشأ نفسه. يبقى ده بالنسبة للايه للانزلاق. تاني حاجة يا باشمهندسين الدوران اللي هو الأوفر تيرنينج. في الحالة دي يا باشمهندسين بيحصل ايه بقى في الأوفر تيرنينج؟ هنا ما بيحصلش انزلاق، هنا لو حصل انزلاق كانت القوة اللي موجودة هنا بتتغلب على مقدار القوة بتاعت الاحتكاك مع الأرض عندنا. لكن بالنسبة للأوفر تيرنينج عندنا لأ، ده أنا برضو نفس القوة اللي كانت متولدة من الضغط بتاع التربة بتبدأ تبقى عايزة تاخد المنشأ وتلففه حوالين آخر نقطة فيه اللي هو النقطة دي. طيب بيقاوموا ايه يا باشمهندسين؟ بيقاوموا نفس المقاومة، هي عبارة عن وزن المنشأ بيحاول برضو يعمل مومنت علشان يخلي المنشأ راكز على الأرض ويلف حوالين النقطة دي. يبقى انت عندك مومنت واحد اللي هو الأفق ده بيحاول يقلبه، والتاني اللي هو المومنت اللي هو الرأس ده اللي بيلف حوالين النقطة دي بيحاول يعمل له ايه اتزان. فلو تغلبت قوة الاوفر تيرنينج دي مع قوة المسببة للاستابيليتي بيبقى عندنا المنشأ آمن ضد الايه الاوفر تيرنينج فيلير. طيب
الانهيار الاخير عندنا اللي هو الانهيار نتيجة عدم تحمل التربة، اللي هو التربة ضعيفة او تولد شد او كان الضغط كبير على المنشأ عندنا. اللي هو ازاي يا باشمهندس؟ برضو احنا عندنا هنا، احنا في الحالة دي كانت الضغط الجانبي بيحاول يلف في المنشأ، وكان التربة هنا مش حصل لها أي هبوط ولا أي مشكلة ولا أي حاجة، لأ ده هي كانت قوية جدا لدرجة إن هي قدرت تتحمل إن المنشأ يلف حوالينها. لكن عندنا في النقطة بقى في الأوفر في البيرنج فيلير ده، لأ ده هو نتيجة المومنت اللي متولد نتيجة التربة، ونتيجة المومنت اللي جاي نتيجة وزن المنشأ، بدأ المومنت ده يعمل اجهادات هنا، الاجهادات ده بقى ضغط، الجزء ده عمال يزق ويضغط اكتر، فبقت عندك الاجهادات ديت اجهاد ضغط كبير جدا، وهنا بقى عندك اجهاد شد احيانا، فبدأت التربة مش قادرة تتحمل اجهاد الضغط، فبدأ المنشأ يحصل له هبوط، عشان يبقى عندك هبوط نتيجة الايه؟ عدم قدرة على تحمل الاجهادات اللي واصلة للأرض. وده النوع الثالث عندنا اللي هو البيرنج فيلير. النوع الرابع اللي هو بقى الايه، الانزلاق البعيد ده يا باشمهندسين، ده بيبقى طبعا نتيجة ضعف التربة، وده مش ده مش بيبقى لنا دخل بيه قوي في التصميم، هو كده كده التربة كلها بيحصل لها انزلاق من مسافة بعيدة، طبعا نتيجة ايه؟ ضعف الشير والكلام ده، احنا ده ملناش دعوة بيه ايه في التصميم. ولكن كل اللي هنشتغل عليه في التصميم ازاي نقاوم حدوث انزلاق، نقاوم حدوث دوران، نقاوم قدرة تحمل الايه؟ التربة. طيب تعالى بقى بنيجي لحاجة مهمة جدا، اللي هي مسألة دايما بتيجي في الامتحان، والدكتور عصام بيحب يجيبها جدا، اللي هي ايه؟ ان هو يجيب لك مسألة مثلا كالفرت، مسألة سايفون، مسألة اي حاجة، ويقول لك يا باشمهندس صمم الريتيننج وول اللي جوه المنشأ ده. طب هو الريتيننج وول بيبقى موجود فين؟ هو ده الريتيننج وول بتاعنا، اللي هي الوينج وول اللي احنا بنسميها ايه عندنا في قلب الشرح، الوينج وول ده هو عبارة عن ريتيننج وول، الفايدة بتاعته ان هو بيبقى سان تراب من اليمة ديت، واليمة التانية بيبقى قدامه هنا فاضي لما يكون القناة دراي ناشفة يعني. هو ده الشكل بتاعه، ده الحيطة بتاعتنا، ودي القاعدة اللي هي مرتكز عليه. طيب ازاي اجيب بقى ارتفاع الحيطة المسنودة هنا؟ قال لك عشان نحسب ارتفاع الحيطة عندنا هو عبارة عن منسوب البرم، ده منسوب البرم اهو يا باشمهندسين، مالكش دعوة بقى هو طلع بهبوط ولا مطلعش بهبوط، الكلام ده ايه؟ خلينا نثبت كلنا حلنا، والصح طبعا ان انت لو طلعت بهبوط هنا بميل هنا تاخد منسوب الطريق ده ناقص منسوب البيد بتاع الترعة، برضو هنا برضو لو هبطت لو عملت دروب في قلب المنشأ المفروض تاخد المنسوب بتاع الدروب ده، بس احنا ايه خلينا نوحد الحل كله، ان لو الدكتور جابها هناخد ان هو عبارة عن منسوب البرم بتاع الطريق، منسوب البرم بتاع الطريق اللي هو الجزء المسنود ده ناقص منسوب القاع بتاع الايه الترعة عندنا. طيب ممكن برضو الدكتور يجيبها لك مسألة زي ما جابها في الكتاب، بيقول لك ان الجرافيتي ريتينينج جول اللي قدامنا ده هو ده الجرافيتي ريتينينج جول، بيقول لك يا باشمهندسين احنا عندنا مصمم ان هو يستحمل ويتحمل اختلاف في فرق التربة، في فرق ارتفاعات التربة، المنسوب ده كان 18 30 والمنسوب اليمة التانية 15 70، فطبعا بيقول لك احنا عايزين نصمم جرافيتي ريتيننج وول علشان نمنع الايه، عشان نمنع ان المنسوب العالي بتاع التراب ده يقع في المنسوب الايه الواطي. طبعا هو مديك هنا شوية حاجات، مديك ان التربة هنا الجامة بتاعتها ب1.6، كثافة التربة 1.6، وان التربة عندك هنا فاي، مديك الفاي ب30 درجة. بيقول لك برضو ان التربة البعيدة الاصلية نفسها قبل ما يتحط هنا حفر 1.75 والفاي ب25، وان قدرة تحمل التربة هنا في الارض 1.5 كيلوغرام لكل سنتيمتر ايه مربع. هو مديك هنا نوعين اتنين من التربة، بالنسبة للتربة اللي انا هستخدمها في الحل انا يهمني التربة المحيطة بقلب المنشأ، يعني الجزء ده انا عايز اعمل خط كده، هو انا عايز التربة في المنطقة دي بقى هنا،
فالتربة في المنطقة دي الكثافة بتاعتها 1.6 والفاي بتاعتها 30، دي اللي انا هستخدمها. انما البعيدة دي انا ماليش دعوة بيها، هي اي نعم يعني موجودة بس ملهاش دعوة بالضغط على الايه التربة. اللي بيضغط على الحيطة نفسه بتاعنا هو عبارة عن الايه الجزء ده. طب قدرة تحمل التربة بقى او الحيطة عندنا، احنا عايزين طبعا الارض اللي القاعدة مستندة عليه. طب هي مستندة على التربة ديت، الكثافة او قدرة تحمل التربة عندنا اللي هي البيرنج كباسي اللي هو قدرة التربة على تحمل الإجهادات، تقدر تتحمل لحد 1.5 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، يعني 15 طن لكل متر مربع. خلي بالك التحويل للطن بنضرب في ايه؟ بنضرب في 10. طيب عايزين بقى نصمم الجرافيتي ريتيننج وول اللي بيسند حيطة من 18-30 لحد 15-70، اعتبر ان ده منسوب البيرم وده منسوب الايه؟ البيت. طبعا لو احنا طرحناهم الاتنين من بعض هنلاقي ان الحيطة المسنودة عندنا هي عبارة عن 2.6، معنى كده ان احنا لازم نستخدم جرافيتي ريتيننج وايه ريتيننج وول اللي بيعتمد على الخرسانة فقط في تحمل الاوزان عندنا. طيب خطوات التصميم يا باشمهندسين، اول حاجه بعملها بجيب حاجه اسمها امبيريكال دايمنشن. الامبيريكال دايمنشن معناها هي حاجه او ابعاد افتراضيه انا بفرضها عن طريق قوانين بتديك حاجه كده تقريبيه، وبعد كده نتاكد عن طريق شويه خطوات ان الابعاد دي هي الصح ولا لا. لو غلط بنبدا نرجع تاني ونزود في الابعاد ديت او نقلل فيها بحيث ان المنشا يدينا امان. بالنسبة للأبعاد عندنا أول بعد هجيب، احنا عندنا ده الشكل بتاع الريتيننج وول. العرض بتاع الريتيننج وول من فوق B1، الجزء بتاع النهاية بتاع القاعدة هي عبارة عن B2، والجزء ده عبارة عن B3، سمك القاعدة TF. الارتفاع المسنود اللي احنا جبناه ب2.6 اللي هو ال H small، الارتفاع كله بتاع المنشأ بنسميه H capital. الامبريكال دايمنشن هتجيب لنا كل الارقام اللي موجوده دي عن طريق القوانين المكتوبه دي. هو بيقول لك اهو، اول حاجه روح افرض ان قيمه سمك القاعده هي عباره عن 1 متر. بعد كده بيقول لك لو انت عايز تجيب الاتش كابيتال فانت عندك الاتش سمول اللي هي الطول المسنود اللي هو ارتفاع البيرمننس ارتفاع البيد عبارة عن 2.6 زائد تي اف اللي هي 1 اللي احنا جبناها، هتطلع 3.6 متر. عشان نجيب البي 1 فهو بيقول لك ان هي عبارة عن 2.2 الاتش اللي احنا جبناها، فلما نضرب 2 في 3.6 هيدينا ان سمك البي 1 هي عبارة عن 7، ولازم يكون البي 1 اكبر من نص. لو ما كانش لو كان ب4 او ب45% بنقربها للايه للنص. بالنسبة لحساب البي 2 بنجيب 45% ال H برضو اللي يبقى 45% ب3.6 هيدينا 1.62. طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التقريب، تقريبا نص الناس ما بتقي بتنسى التقريب ده. لازم يا باشمهندسين الأرقام بتاعتك لأقرب من 5 سنتي أو لأقرب 10 سنتي. طيب انا عايز اجيب بقى التي اف يا باشمهندس، ما انت كنت كده كده فارضها عندنا بواحد هنا. قال لك لا، احنا التي اف ديت نقدر نجيبها من قانون بيكون احسن اللي هي ب4 البي 2. طب انا جبت البي 2 اصلا ب1.7، فاضرب 4 في 1.7 يدينا 7، يبقى انا كنت فارضها 1. الفرض ده ارميه بقى، ما بقاش لازمه. السمك الجديد اللي انا هشتغل عليه هو عبارة عن 7.7 المتر. طب هيتبقى عندنا اخر حاجة اللي هي البي 3. قال لك بتاخد اكبر حاجة في ال3 قوانين دول. القانون الاول هو 7 الاتش. طب ال7 الاتش عندنا ب3.6 هيطلع الرقم ده، او بي 2 ديت مضاف عليها 2 سمك القاعدة. فبي 2 عندنا ب1.7 زائد 2 سمك القاعدة ب7 يدينا 3.1، او بي 2 دي مضاف عليها نص من هنا ونص من هنا يبقى 1 متر، يبقى هيدينا 2.7. هختار الكبير في دول فهستخدم 3.1، يبقى ده البي 3. طبعا الامبيريكال دايمنشن دي احنا ممكن، هي تقريبا يعني مختلفة شوية عن اللي في الكتاب، لكن ممكن احنا برضو نشتغل على اللي في الكتاب، مفيش اي مشكلة لو الناس ايه
طلعت حلول مختلفة خالص في تصميم الايه الريتيننج وول. اهم حاجة التشيكات تكون مسيفة معاك زي ما هنعمل بعد كده. فالامبريكال دايمنشن دي كلها ممكن تختلف من طالب لطالب. ممكن حد مثلا وهو بيقول لا انا هاخدها 1.65، واحد تاني يقول لا انا هاخدها 1.8. هنا برضو نفس الكلام، ممكن واحد ياخدها 3، مش لازم ايه القوانين ديت مش قرآن. اهم حاجة ان هي تكون مسيفة في الايه في الاخر. طيب تعالى نشوف بقى ايه. انا طبعا جبت كل الابعاد اللي انا عملتها هنا، هبدأ طبعا احسب الاحمال والاوزان اللي جاية عندنا. بالنسبة للاحمال اللي جاية عندنا، طبعا احنا جبنا الطول ده 7 من 10، وسمك القاعدة برضو 7 من 10، وده الريتيننج هايت عندنا 2.6 من 10، يبقى الطول كله 3.3 من 10. سمك القاعدة او عرض القاعدة 3.1 من 10. السمك بتاع الجزء ده 1.7 من 10. لو انا عايز اجيب المسافة من اول هنا لحد هنا، هقول 3.1 من 10 ناقص 1.7 من 10 على الاتنين هيدينا الجزء ده وهيدينا الايه الجزء ده. طيب هو طبعا في مسألة الكتاب كان مدينا اللايف لود بنص، انا هشتغل ان اللايف لود عندنا بواحد عشان ايه الاحمال تبقى كبيرة معانا شوية وما تسيفش في بعض الاشياء. يعني اقول لك هتعمل ايه في حالة ان هي ما سيفتش. الاحمال اللي بتأثر علينا يا بشمهندسين، او تعالى نشوفهم حاجة حاجة. احنا عندنا مثلا يا بشمهندسين قطاعين اتنين معرضين ان هما يحصل لهم انحراف في قلب المنشأ ده. اضعف قطاعين عندنا اللي هو القطاع ده، اللي هو يبقى عندك انت ماشي هنا الجزء ده، ان يحصل انهيار في الجزء ده، والجزء التاني اللي هو القطاع ده. القطاع ده احنا شرحناه قبل كده او شرحناه فوق ان هو ممكن يحصل له انزلاق او اوفر تيرنينج او بيرنج فيلير. القطاع ده برضو معرض لنفس الاشياء ونفس الخصائص بالظبط، ان هو نتيجة الاحمال الجانبية ده ممكن يحصل له انزلاق، يعني الاحتكاك ما بين الخرسانة وبعضها البعض ما تتحملش قوة الزق بتاع التربة. نفس الكلام ممكن حوالين النقطة ديت المنشأ يقدر قوة الدوران بتاعك أو المومنت اللي جاي من التربة يتغلب على القوة المومنت بتاع الاستابيليتي اللي جاي، فممكن يقدر يلف المنشأ ويكسره. فبالتالي لازم نعمل تشيك هنا. وبرضو الاستريسز نتيجة ضغط التربة هنا، عايزين نتأكد ان الجزء ده عليه إجهاد ضغط يقدر يتحمل تتحمله الخرسانة، والجزء ده عليه إجهاد شد معلهوش إجهاد شد علشان الخرسانة ما ينفعش يبقى عليها شد. أما بالنسبة للقطاع رقم 2.2 ده نفس الكلام، انزلاق مقاومة الانزلاق مقاومة الدوران، وأخيرا مقاومة الإيه التحمل التربة هنا، إن التربة هنا نتيجة إن المنشأ بيلف كده أو بيضغط كده من التربة مش على الجزء ده ضغط كبير، فالتربة ما تقدرش يتحمله. وهنا برضو ما يبقاش شد، ما يبقاش في شد على التربة علشان ما يبقى ما ينفعش يبقى في شد على التربة عشان هيبدأ يحصل طبعا تآكل وهكذا، والتربة هتبدأ تتآكل من تحت المنش. طيب تعالى نقسم الأوزان عندنا يا باشمهندسين. هنقسم الأوزان عندنا ليه هنعملها مرة واحدة بالنسبة للقطاع رقم 1.1 وبالنسبة للقطاع رقم 2.2. اول حاجة عندنا الاوزان الرئيسية اللي هي بنبدأ نمسك المنشأ نفسه اللي هو بالخط التيل ده. ده عبارة عن منشأ خرسانة، بنبدأ نقسمه لأجزاء نقدر نحدد المساحة بتاعتها عشان نجيب وزنها، وفي نفس الوقت نبقى عارفين السي جي بتاعتها اللي هي سنتر اوف جرافيتي اللي احنا خدناه في سنة تانية لو احنا نفتكر في سنة تانية هيدروليك. المهم يعني ايه النص بتاعها، عايزين نجيب الايه التركيز بتاعها. فبنقسم الجزء ده بنسميه دبليو واحد، طبعا التركيز بتاعه في النص. المثلث ده بنقسمه برضو بنسميه دبليو اتنين، والدبليو اتنين دي بتبقى متركزة في التلت والتلتين لأن ده مثلث، يبقى المسافة ديت التلت وديت التلتين. يعني مثلا احنا عندنا المسافة ديت 1.7 من 10 ناقص 7 من 10، يعني المفروض المسافة ديت واحد. بالنسبة للجزء ده هيبقى عبارة عن تلت الواحد، والجزء ده عبارة عن تلتين الايه تلتين الواحد. طيب الجزء ده بقى اللي هو فوق ده، ده طبعا
هو موجود في تربة، دبليو 3 ده هو عبارة عن تربة. تركيز التربة برضو في التلت والتلتين، أو تركيز أي مثلث التلت والتلتين يمت القاعدة. طب القاعدة عندنا فين؟ دي القاعدة عندنا هنا، يبقى ده التلت، يبقى الجزء ده هو عبارة عن التلت، والجزء ده هو عبارة عن ايه؟ التلتين، التلت والتلتين، المسافة ديت التلت والمسافة ديت الايه؟ التلتين. طيب دبليو 4، دبليو 4 اللي هي جاية برضو في القاعدة عندنا، هي عبارة عن مسافة النص هنا والنص هنا موجودة في النص. دبليو 5 اللي هي وزن القاعدة، طبعا دي خرسانة بالنسبة ايه ديت، بالنسبة للأوزان الرأسية اللي غالبا بتعمل استابيليتي عندنا. لو جينا بصينا للقطاع رقم واحد بتاعنا، لو جينا بصينا للقطاع رقم واحد عندنا اللي هو ده، هنلاقي ان الاحمال الرأسية اللي بتأثر على القطاع واحد واحد ده هي عبارة عن دبليو واحد ودبليو اتنين ودبليو تلاتة بس، انما دبليو خمسة ده تحت القطاع اصلا ما بيأثرش عليه. دبليو اربعة ده بعيد اصلا عن القطاع، يعني هو بيتكع على القاعدة، ملهوش برضو اي تأثير على الايه، على الجزء ده. فبالنسبة للقطاع رقم واحد واحد، الدبليو واحد والدبليو اتنين والدبليو تلاتة هما فقط اللي بيأثروا على القطاع واحد واحد. برضو الدبليو تلاتة طبعا بتبدأ تعمل ضغط على الحيطة ديت، والحيطة دي بتوصلها للايه، للجزء ده. طيب انما بالنسبة للقطاع اتنين اتنين بقى يا باشمهندس، لا ده القطاع اتنين اتنين ده بيأثر عليه كل الأحمال، دبليو واحد ودبليو اتنين، دبليو اربعة، دبليو تلاتة، وهكذا لحد كل الخمس أحمال كلهم بيأثروا على الايه، على المنشأ بتاعنا. طيب بالنسبة ده بالنسبة للأحمال الرأسية. الأحمال الأفقية بقى اللي جاية أفقية يا باشمهندس، هي عبارة عن إيه؟ قال لك والله إحنا هنبدأ نحسب أحمال أفقية جاية على القطاع الأول اللي هو الجزء ده بس، وأحمال أفقية على القطاع التاني عندنا هنا. طيب بالنسبة للأحمال الأفقية اللي جاية أصلا، حمل التربة ده جاي منين؟ قال لك والله يا باشمهندس، هو انت عندك حمل التربة بيضغط على المنشأ، ده اول حاجة. تاني حاجة اللايف لود اللي ماشي على الارض ده بيبدأ يعمل سيرت شارج عندك هنا، سيرت شارج لود بيبدأ يعمل ضغط جانبي اللي هو ده، بيبدأ برضو يأثر ويعمل انقلاب وانزلاق وفيلير للايه، للمنشأ ده. طيب فهنا هيروح يحسب مثلا، عايز يحسب للقطاع اتنين اتنين اللي هو القطاع التحت ده كله، يبقى هيحسب السيرت شارج من اول الارض فوق لحد نهاية القاعدة. ونفس الكلام مثلث ضغط التربة هيحسبه من البداية للنهاية. انما هو بيحسب بقى للقطاع واحد واحد ده، لا ده في الحالة دي هيروح يحسب بس لحد القاعدة هنا، ونفس الكلام التربة يحسب لحد وش القاعدة من ايه، من فوق. يبقى الجزء ده هنحسبه عشان نعمل نشوف مقدار القوة اللي بتأثر على المنشأ اللي فوق، إنما الجزء ده هنحسبه عشان نحسب القوة اللي بتأثر على الإيه، على الجزء اللي تحت. طيب بالنسبة لإي واحد ده يا باشمهندس، الإي واحد ده عبارة عن مستطيل أهوت، القاعدة بتاعته هو عبارة عن الكي في البي. الكي هنا عندنا اللي هو بتاعت الإيه، الاكتيف ايرث بريشر عندنا، اللي هي كانت بتلت او بواحد من الساين فاي على واحد زي الساين فاي. لما نحسبها هنا هتطلع في المسألة بايه، بتلت، يبقى تلت في واحد، يبقى المفروض ان القاعدة ديت هي عبارة عن تلت في واحد اللي هي الكي في البي، وهقول لك تحسبها برضو بعد كده ازاي. طب مثلث ضغط التربة زي ما حسبناه قبل كده في الكالفرت واي منشأ تاني، القاعدة بتاعت المثلث ده هو عبارة عن الجوما في الكي في الاتش. الجاما بدالك بواحد وستة من عشرة، الكي عندنا التلت، الاتش عندنا اللي هو ايه، الارتفاع ده كله اللي هو تلاتة وتلاتة. نفس الكلام هنا، الجزء ده هو عبارة عن البي في الكي، البي بواحد، الكي بتلت، هنا الجاما في الكي في الاتش، الجاما واحد وستة، الكي بتلت، الاتش عندنا بي اتنين وستة. يبقى الجزء ده هنحسبه عشان نعمل تشيك على الجزء الفوقاني، والدول بنحسبه عشان نعمل تشيك على الايه، على الجزء التحتاني ككل والمنشأ كايه، ككل. طبعا هنبدأ نحسب الحاجات دي كلها واحدة واحدة مع بعض هنا في الجدول ايه، في الجدول ده. طبعا قبل ما نبص على الجدول ده، المنشأ ده معمول من الخرسانة العادية اللي كثافتها 2.2، هو مديك فوق في المسألة ان كثافة الصويل 1.6، مديك ان الفاي بتاعة التربة 30، فبالتالي راح يحسب الكي اي اللي هو الاكتيف ايرث بريشر عندنا، واحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي، طلعت ب 33 اي من 100.
بنقول يا باشمهندسين ان احنا عشان نحسب وزن الجزء واحد اللي هو عايزين نجيب وزن المنشأ او وزن الجزء الاول ده، بنقول ان وزنه هو عبارة عن حجمه في كثافته. طب يا باشمهندس احنا كده كده واخدين شريحة 1 متر من المنشأ نصممها، ولو طلعت امان يبقى كده كده بقيت المنشأ امان، لان كل 1 متر وقع عليه نفس الاحمال بتاعت 1 متر ده. فبدل ما نقول حجم في كثافة هنقول اريا في ايه، في كثافة. طب الاريا مثلا بتاعت الدبي واحد ديت عبارة عن ايه؟ الدبي واحد ده عبارة عن 7 من 10 في 2.6، ادي 7 من 10 في 2.6 في الكثافة بتاعت الخرسانة 2.2، هيدينا الرقم ده. طب دبليو اتنين يا باشمهندس بقى، دبليو اتنين، دبليو اتنين اللي هو ده اللي هو مساحة المثلث ده، مساحة المثلث ده نص القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة عندنا بتاعة المثلث ده هي عبارة عن 1.7 اللي هي دي كلها ناقص 7، يدينا 1، يبقى المسافة دي 1. يبقى مساحة المثلث نص في 1 في الارتفاع ده 2.6، يبقى نص في 1 في 2.6 مضروب في كثافة الايه، كثافة الخرسانة. بالنسبة لدبليو 3، دبليو 3 يا باشمهندس تعالى، لا ده دبليو 3 ديت بقى تربة، فيبقى عشان نجيب وزنها يبقى برضو الاريا بتاعتها في كثافة، بس كثافة السويل عندنا. طب كثافة السويل بكام؟ ب1.6. طب الاريا بتاعتها بكام؟ نفس الكلام يا باشمهندس، نص القاعدة في الارتفاع، لان ده مثلث نص، القاعدة عندنا دي 1 زي دي بالظبط ما هي كانت 1، في الارتفاع عندنا 2.6، هيدينا 2.8 من ايه، من مين. هنتنينا طبعا نحسب بنفس الطريقة دبليو 4 ودبليو 5، دبليو 4 ودي ودبليو 5. تعال نروح نحسب الاي 1 والاي 2 والاي ده 3 والاي 4. الاي 1 هنا هو عبارة عن زي ما قلت لك ان المستطيل ده هو عبارة عن الكي في البي. الكي عندنا هنا بتلت، البي عندنا بواحد. طب احنا عايزين نحسب الاي 1 بقى نفسها، الاي 1 بقى كقوة، عايزين نركز المستطيل اللي من تحت الكي في البي في الارتفاع عندنا 3.3، يبقى نضرب الكي في البي في 3.3، يبقى الاي 1 قال لك هو عبارة عن الكي مضروب في قيمة اللايف لود اللي عندنا بواحد، اللي هو الكي في البي او الكي في ال ال مش فارقة، هي هي مضروب في الاتش كابيتال اللي هو كان ب3.3، ادينا 1.1. طب بالنسبة لاي 2 بقى يا باشمهندس، اي 2 احنا كنا اتفقنا ان عرض القاعدة من تحت الجاما في الكي في الاتش. طب احنا عايزين نركزها بقى، نركز المثلث كله، مش عايزين نجيب العرض بس عشان نجيب القوة بقى نفسها. قالك عشان تجيب القوة دي نفسها يبقى ركز المثلث، تركيز المثلث نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص مضروبة في القاعدة الجاما في الكي في الاتش في الارتفاع برضو اللي هو الاتش، يبقى نص جاما كي في الاتش في الاتش، يبقى نص جاما كي في الاتش ايه تربيع، هو ده اللي قاله هنا. طبعا النص اهيت، الكي عندنا 33%، الجاما بتاعت السور بواحد وتلاتة من واحد وستة من عشرة، الاتش اللي هو ارتفاع المثلث كله 3.3 تربيع، هيدينا 2.9. نفس الكلام حساب الاي 3 والاي 4، بس اللي هيفرق في المعادلات ان بعد ما كانت ديت اتش كابيتال هتبقى ديت اتش سمول، اللي هي ب2.6 اللي هو الارتفاع بتاع الايه، الجزء ده بس، الارتفاع بتاع الايه، الجزء ده بس. امال ايه بقى يا باشمهندس، ايه الديستانس فروم ايه، او 1 او 2 والكلام ده، بنحسبها يا باشمهندس هنا علشان المومنت نفسه. الاو 1 ادي الاو 1 اهي يا باشمهندس، بنشوف التراب جاي منين ونروح اليمة التانية. بالنسبة للقطاع 1 1 ده النقطة بتاعت او 1، هي اخر مكان او اخر نقطة في القطاع اللي هو النقطة دي، ودي الاو 2 هي برضو اخر حاجة في القطاع عندنا. طيب حاطينها هنا ليه او بنحسبها هنا ليه؟ علشان نشوف مقدار العزم اللي هيحاول يخلي المنشأ يحصل له اوفر تيرنينج، يعني احنا عايزين نشوف القوة العزم اللي هتخلي المنشأ يلف حوالين الاو واحد، وفي نفس الوقت برضو عايزين نحسب المومنت حوالين النقطة او واحد علشان نشوف الهون العزم اللي هيتغلب على التاني. هل يا ترى العزم اللي عايز يقلب المنشأ هو اللي هيتغلب على العزم اللي عايز يعمل استابيليتي للمنشأ ولا لا؟
ده بالنسبة لإيه للقو واحد. وهنا أنا برضو نفس الكلام للقو اتنين عشان نشوف المومنت اللي هيجي ويحاول يلف المنشأ حوالين النقطة او اتنين، والعزم اللي بيحاول يخلي المنشأ ثابت حوالين النقطة او اتنين، ونقارنهم الاتنين ببعض ونعرف المنشأ يحصل له انقلاب ولا لأ. برضو بنستخدمهم في حساب الإجهادات. طيب هو كل الموضوع بقى يا باشمهندس إن أنا هروح أمسك الدبي واحد ده، الدبي واحد ده بتبعد مسافة رأسية عن الأو اتنين، هنقول إن هي دي المسافة، يبقى الدبي واحد الأو واحد بتاعتها ب7/10 على 2، يعني 35%. أهو ماسك هنا أدي الأو واحد 35، تبعد المسافة من الدبي واحد لحد النقطة أو واحد 35%. طب لحد الأو اتنين هيبقى 35% زائد المسافة ديت اللي هي طبعا 3.1 ناقص 1.7 على 2، هيدينا 1.5%. معنى كده ان المسافة ديت 7/10، يبقى 7/10 زائد 35% هيدتنا المسافة لحد واحد. نفس الكلام هنمسك الـ O2، هنجيب المسافة ما بين الـ W2 لحد الـ O1، هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 7/10 زائد 1/3 اللي هي التلت، يبقى ادينا 1.33، ديت 1.33. المهم يا باشمهندس نفس الكلام، هنجيب المسافة للأو اتنين هنزود عليها السبعة من عشرة المتر، هيدينا 1.73، 1.73 ماشي. نفس الكلام يا باشمهندس الدبليو تلاتة، هنبدأ نجيب المسافات دي كلها. طب هو انت ليه يا باشمهندس ما حسبتش الدبليو 4 والدبليو 5 والدبليو والاي 1 والاي 2؟ قال لك يا باشمهندس هو انت بتحسب الديستانس بتاعت الاو 1 ديت، الديستانس بتاعت الاو 1 ديت عشان تشوف القوة اللي هتحاول تقلب الجزء الفوقاني ده. بالنسبة للاي 1 والاي 2 دي ملهاش تأثير، او انا راسمها عشان اشوف الاستابيليتي عند القطاع التاني ده، فما لهاش تاثير ان انا اروح احسبها وبعد ما احسبها ما استخدمهاش. ونفس الكلام الدبليو 4 والدبليو 5، انا كده كده بحسب عند القطاع الاول ده، فمش هاخدها معايا في الاعتبار او مش هحسبها. انت عايز تحسبها برضه مفيش مشكله، لو حسبتها مش هتستخدمها في حاجه لانها مش هتاثر على القطاع رقم واحد. انما بقى القطاع رقم اتنين، القطاع رقم اتنين ده يا باشمهندسين انا مش بحسب الاي تلاتة والاي اربعة، مش باخد معايا الاي تلاتة والاي اربعة، لان دول كنت راسمهم عشان اعمل تشيك على الاستابيليتي بتاع الجزء اللي فوق. انما انا هحسب اخد معايا الاي واحد والاي اتنين، لان ده اللي بتأثر على القطاع ايه، على القطاع كله. هنا بالنسبة للاي واحد ديت باخد المسافة الرأسية لحد النقطة او، فهيدينا المسافة ديت كانت 3 على 3 3 و3، يبقى المسافة دي 3 و3 على 2. طب بالنسبة للمسافة ديت، لا دي تبقى 3 و3 على 3، لأن دي بتقع في تلت المسافة كلها. هنا نفس الكلام الإي 3 بتقع في نص المسافة اللي هي بتاعت 2.6، فبالتالي المسافة دي يا باشمهندس هتبقى 2.6 على 2، والمسافة دي 2.6 على الإيه؟ على التلاتة. فابدا طبعا املى الجدول اللي قدامنا دي كلها، اجيب القوه بتاعتنا والمسافه لحد النقطه او واحد والمسافه لحد النقطه او اتنين. وزي ما احنا فاهمين ليه ما عملتش، ليه ما جبتش المسافات دي، كنت ممكن اجيبها عادي يا باشمهندس، بس ملهاش لازمه، مش هستخدمها في الاعتبار معانا. طب تعالى بقى نبدا نعمل التشيك على احنا حسبنا اول حاجه الاحمال، عملنا الامبريكال دايمنشن، حسبنا الاحمال، تعالى بقى نعمل التشيكات بتاعتنا. اول حاجه يا باشمهندسين عايزين نعمل تشيك على الاستابيليتي بتاعه الحيضه ضد السلايدنج، عايزين نشوف المنشا بتاعك هيتحمل السلايدنج ولا لا. السلايدنج ده زي ما قلنا معناه انزلاق عند السكشن كام. اول حاجه هنروح لسكشن واحد واحد. فين السكشن واحد واحد اهوت يا باشمهندس؟ انت عندك هنا القوه دي اللي هي جايه من التربه اللي هي الاي 3 والاي 4، احنا بنعمل على السكشن واحد واحد اي 3 واي 4 اللي هم دول اي 3 واي 4، ديت هي القوة اللي بتحاول تزق المنشأ في الايه، في الاتجاه ده. ده هو عبارة عن القوة اللي بتحاول تزق المنشأ في الاتجاه ده. طب اللي بيحاول يقاوم المنشأ في ما يحصلوش انزلاق وما يحصلوش كسر، هنا قال لك هو عبارة عن يا باشمهندس الاحتكاك ما بين الخرسانة
بتاعة الجزء الفوقاني ده والخرسانة بتاعة الجزء التحتاني ده، طب الاحتكاك ده قوته قد ايه؟ قال لك قوة الاحتكاك دي يا باشمهندس هي عبارة عن الوزن اللي جاي من فوق مضروب في معامل الاحتكاك ما بين الخرسانة والخرسانة. يبقى تاني احنا عندنا قوة بتزوق في الاتجاه ده اللي هي قوة اي 3 زائد اي 4، بيقاومها قوة الاحتكاك ما بين الخرسانة والخرسانة. طب قوة الاحتكاك دي عبارة عن ايه؟ قال لك هي عبارة عن وزن الأحمال الرأسية مضروبة في معامل الاحتكاك بتاع الخرسانة والخرسانة. طيب معامل الاحتكاك بتاع الخرسانة والخرسانة بكام؟ قال لك اللي هو الإيتا ده أو الميو ده هو عبارة عن تان السيجما. طب السيجما بكام؟ قال لك السيجما ده رقم محفوظ وثابت ما بين الخرسانة والخرسانة ب 38%. لما أحسب تان 38% هلاقي ان هو تقريبا ب 78%، ممكن احسب الرقم ده على طول. فبنقول بقى ان معامل الامان بالنسبة للانزلاق عند القطاع رقم 1 1 بنقول هو عبارة عن قوة مقاومة الانزلاق مقسومة على القوة المسببة للانزلاق. طب القوة المسببة للانزلاق ان هي بتحاول تزوق المنشأ هي قوة اي 3 مجموع عليها قوة اي 4، انما القوة اللي بتحاول تقاوم الانزلاق زي ما قلنا وزن المنشأ اللي جاي من فوق. طب احنا عندنا القطاع الاول اهو، ايه الوزن اللي جاي من فوق؟ دبليو 3 ودبليو 2 ودبليو 1، انما دبليو 4 دي ملهاش علاقة، دبليو 5 برضه مال ايه؟ ملهاش علاقة. فهو بدأ يحسب الأوزان هي وقام ضاربها في معامل الاحتكاك، طلع أن قيمة الأمان 2.6 لازم يكون أكبر من 1.5 عشان يبقى أمان. طب يا باشمهندس افرض أنا حطيت امبيريكال دايمنشن طلعت لي الكلام ده أقل من 1.5، هعمل إيه عشان أقاوم الانزلاق؟ قال لك بتبدأ ترجع للسيمي جرافيتي بقى يا باشمهندس، وتبدأ تحط أسياخ حديد مثلا كل مثلا ايه متر تحط سخين ولا 3 أو 4 على حسب. هنعمل الكلام ده ازاي عشان نقاوم الانزلاق ده؟ قال لك هو ثانية واحدة بس، هو مش انت عندك قوة هنا، قوة هنا بتحاول تعمل المنشأ، بتحاول تزوق المنشأ، قال لك طب ما احنا نقدر نحط اسياخ حديد هنا تقدر تتحمل الشير اللي جاية نتيجة الايه القوة الرأسية دي. طب القوة الرأسية دي هي عبارة عن كام؟ اي 1 واي 3 اللي بيتحملها ايه؟ بيتحملها اسياخ الحديد دي. طب اسياخ الحديد دي معرضة للشير، معرضة ان هي تتقطع نتيجة القص. طب مقاومة الاسياخ بتاعة الحديد بتاعتنا قد ايه؟ اهو قال لك بقى يا باشمهندس ده اللي احنا عايزين نقوله. احنا عندنا هنا لو احنا اف نوت سيف، يعني الكلام ده لو ما كانش سيف لكن هي طلعت سيف، فاحنا مش هنروح نعمل الكلام ده، بس انا بقول لك ان انت هتعمل الكلام ده في حالة اذا كانت اقل من 1.5. بيقول لك بقى ساعتها هنستخدم السيم جرافيتي ريتين جول. لا ده احنا هنبدأ ندخل فيه بقى ايه شوية حديد عشان ايه نظبط الدنيا كده وما يحصلوش ايه سلايدنج يعني. فبنقول ان قيمة الحديد دي هي عبارة عن القوة اللي بتحاول تزق اللي هي اي 3 واي 4 مضروبة في 1.5 عشان نحولها من وركينج الالتميت، مضروبة في 1 في 1000 عشان نحولها من الطن للكيلو جرام، مقسومة على قدرة تحمل الحديد في الشير. طب ما قدرة تحمل الحديد في الشد أصلا يا باشمهندس اف واي على جاما اس، لكن في حالة الشير يا باشمهندسين هنضربها في 7 من 10 كمعامل أمام أكتر. عندنا هو ده اللي عمل، جمع أهوت الـ E3 والـ E4 ضربهم في 1.5 على 1000 على 7 من 10 في 3600 اللي هي الاف يلد، على 1.15% اللي هي الجاما اس، طلع ان احنا محتاجين 1.82 سنتيمتر مربع حديد. يعني احنا هنستخدم 3 اسياخ قطر 10 متر، كل قطر 10 ملي لكل ايه كل متر. يبقى احنا هنمشي كده كل متر نحط فيه 3 اسياخ ورا بعض، يعني 30 سم نحط سيخ، 30 سم نحط سيخ، 30 سم نحط سيخ. يفضل طبعا لو حصل فيلير نتيجة السلايدنج ده نحط السيخ عندنا ايه في النص كده، ما نطرفوش قوي. طيب ده بالنسبة لايه للسيكشن 1 1. طب تعالى بقى يا باشمهندس نعمل السيكشن 2 2. عندنا القوة ديت يا باشمهندسين زي ما قلنا قبل كده واحد اي 1 واي 2 اللي هي كده اهيت، اللي اتفقنا اي 1 واي 2 اللي هي بتحاول تزوق المنشأ كله بقى في الاتجاه ده عشان تعمل له انزلاق، اي 1 واي 2 يبقى دي القوة اللي بتخلي المنشأ ينزل. طب القوة اللي بتخلي المنشأ ثابت يا باشمهندسين قال لك هي عبارة عن برضو قوة الاحتكاك اللي بتحصل ما بين المنشأ ولكن والتربة، يبقى ده منشأ والتربة، انما هنا كان خرسانة وخرسانة. طيب
مقاومة الاحتكاك دي بقى بتتوقف على ايه؟ قال لك يا باشمهندس، مقاومة الاحتكاك دي بتيجي من حاجتين اتنين عندنا. التربة يعني مقاومة الاحتكاك نتيجة الفاي، ان التربة ليها انجل اوف فريكشن عندنا، وان التربة فيها كوهيجن ولا لا، اللي هي السي بتاعة التربة، الكوهيجن بتاعتها، او تربة طينية متماسكة ولا لا. لكن لان هنا التربة كانت عندنا تربة رملية مش مديك ليها السي، فاحنا هنعتبر ان السي بصفر. لكن يا باشمهندس لو مديك السي طبعا هنستخدم السي ده، لان التربة لما يكون ليها سي بيزيد معامل الاحتكاك عندنا في قلب الايه، في قلب التربة. الكلام ده هنشرحه واحدة واحدة دلوقتي. اهوت يا باشمهندسين هنبدأ نخش على سيكشن 2. قال لك بقى احنا في سيكشن 2 ده احنا عندنا برضو قوة القوة اللي بتقاوم الانزلاق مقسومة على القوة المسببة للانزلاق. طب القوة المسببة للانزلاق هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه واحد زائد اي اتنين، اللي هي ايه الرقم ده. طب القوة اللي بتقاوم الانزلاق يا باشمهندس، قال لك هو نفس الكلام، معامل الاحتكاك مضروب في الوزن بتاع المنشأ اللي جاي من فوق، بس مضاف اليه قيمة الكوهيجن بتاعك في الطول بتاع القاعدة بتاعتك، في الطول بتاع القاعدة بتاعتك. طيب احنا بالنسبة للاوزان، فالاوزان دي كلها موجودة عندنا. ايه بقى او ازاي اجيب معامل الاحتكاك عندنا يا باشمهندس؟ هو انت مش اديتني معامل الاحتكاك هنا كان بي 78%؟ هقول لك يا باشمهندس ان ده معامل احتكاك ما بين التربة، ما بين الخرسانة والخرسانة، لكن هنا ده سيكشن 2.2 ما بين الخرسانة وما بين التربة، فهيختلف طبعا معامل الاحتكاك. هنا معامل الاحتكاك ما بين التربة والخرسانة هي من نص الاتنين على تلاتة تاني الفاي، مديك الفاي اللي هي الانجل فريكشن للرمل 30، فطلعنا ان معامل الاحتكاك ب 38%، يبقى معامل الاحتكاك ده ب 38%. طيب السي بقى يا باشمهندس اللي هي الكوهيجن، السي داش، خلي بالك ان ديت سي داش. قال لك ان السي داش ديت يا باشمهندس هي بتتراوح من نص ال 75 السي او الكوهيجن بتاع السويل بتاعتك. طبعا السي بصفر في حاله الرمل، لان التربه مش متماسكه اصلا، التربه ما فيهاش اي طين، ما فيهاش اي سيلت، فالتربه مش متماسكه عندك. فطبعا لو قال لك ان التربه مش متماسكه او التربه رمليه، يبقى في الحاله ديت السي بصفر، وفي الحالة دي مش هيبقى في سي داش خالص، ولا في البي 3 ولا اي حاجة، وهيبقى فقط معامل الاحتكاك بتاع الايه الرمل ده في ايه في الاوزان. طب لو اديها لك خلاص، هيداك السي ديت هتضربها في 75% هتجيب السي داش، وتقوم معوض هنا عن السي داش مضروبة في البي 3، لكن في المسألة بتاعتنا مش مديها لنا، فاعتبرها بكام؟ بصفر. طيب البي 3 طبعا هو عرض القاعدة كلها، طول القاعدة كلها عندنا كانت بتاعتها 1/10، الكلام ده لو هستخدمها، لكن هو مش مدهنا، هو مدينا السي بصفر، فبالتالي السي داش بصفر برضو. لما اقسم ديت على ديت هتطلع 1.59، يعني يا دوبك مسيفة بالعافية، الكلام ده اكبر من 1.5. اوكي. طب يا باشمهندس لو ما سيفتش، لو ما سيفتش قدامنا حلين اتنين. الحل الاول ان انا استخدم او اكبر قيمة البي 3. لما اكبر طبعا قيمة البي 3 الاوزان هتزيد، فبالتالي الايه مقاومة القصة هتزيد، فبالتالي هتسيف. ممكن ايضا استخدم حاجة اسمها كي، خلي بالك ده ممكن سؤال نظري يقول لك ازاي نقاوم الانزلاق اللي بيحصل في المنشأ. الكي ديت يا باشمهندسين هو عامل كده زي ايه، حتة خرسانة مصبوبة تحت الريتيننج وول بالشكل ده، بيبقى غالبا مثلا الارتفاع بتاعها نص في نص، نص في واحد كده يعني. طيب ايه فايدة الكي ديت يا باشمهندس، او العاملة زي العاشق والمعشوق كده يا باشمهندس؟ ان لما بيبدأ المنشأ يزق او التربة تزق في الاتجاه ده، الكي ده بيبدأ يتحرك هو كمان في الاتجاه ده، فيتولد رد فعل للتربة اللي هي الاي خمسة. فالاي خمسة دي تخيل كده ان المنشأ بيزق كده، والاي خمسة بتزق معاك في الاتجاه ده مع الاحتكاك. فكل الموضوع اللي هيتغير يا باشمهندس ان الفاكتور اوف سيفتي عندك بعد ما كان القانون ده هيتضاف عليه قوة رد فعل التربة اللي هي الاي خمسة هنا، اللي هو قوة رد فعل التربة اللي هي الايه الاي خمسة هنا، ده اللي هيتضاف على المنشأ بتاعك. طيب الاي خمسة دي هتتحسب ازاي؟ نفس الكلام يا باشمهندس، نص في الكي في الجاما في الاتش تربيع. طب الاتش بتاعتها انا هفرض ان الارتفاع بتاعها نص، فهشتغل ان الارتفاع بايه بتاعها نص. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا يا باشمهندس،
ان الكي هنا هي عبارة عن passive earth pressure مش active. ده التربة ما بقتش هي اللي بتزق، ده التربة بتاعتك بقت بتزق بتزق وبتدافع عن نفسها. فبالتالي بدل ما هيبقى الكي بتاعتنا بتلت، لا ده هتبقى 1/3، يعني حوالي 3، هتتقلب ل9 أضعاف الايه الكي العادية، لأن التربة في حالة ان هي اذا كانت بتدافع غير ان هي بتزق المنشأ، يبقى بتبقى 3 أضعاف تقريبا، 9 أضعاف تقريبا، يبقى بدل ما هي تلت هتبقى 1/3، يبقى 9 تقريبا، يبقى ده حساب الايه الايه 5. طيب يبقى احنا كده عملنا تشيك على السلايدنج عندنا على قطاع رقم 1 والقطاع رقم 2. التشيك اللي بعد كده يا باشمهندسين اللي هو تشيك على الاوفر تيرنينج. اوفر تيرنينج ده زي ما قلنا قبل كده ان مثلا هنمسك السكشن 1 1، هنمسك السكشن 1 1 ده، بنلاقي ان احنا عندنا في مومنت بيلف حوالين النقطة O1 ديت، بيحاول يخلي المنشأ عند اللي فوق القطاع 1 1 يتقلب حوالين النقطة اللي هنا، واللي فيه طبعا الأوزان بتحاول تعمل استابيليتي للمنشأ ان هو يلف حوالين النقطة O1 دي. فطبعا التشيك اوفر تيرنينج انت بتشوف المومنت الهون الكبير علشان تقدر ايه تشوف المنشأ هيبقى استيبل ولا لا. هو ده اللي بيعمله فيه التشيك على الاوفر تيرنينج عند السكشن 1 1. طبعا هيروح يعمل يحسب الاستابيليتي اوفر مومنت. يعني ايه استابيليتي مومنت؟ يعني المومنت اللي مخلي المنشأ مستقر. المومنت اللي مخلي المنشأ مستقر عند القطاع 1 1 يا باشمهندسين هو ده. هي عبارة عن الدبليو 1 في المسافة بتاعتها، الدبليو 1 في المسافة بتاعتها، ده عزم مخلي المنشأ مستقر. دبليو 1 في المسافة بتاعتها زائد الدبليو 2 في المسافة بتاعتها، المنشأ ده عزم مخلي المنشأ ثابت، زائد الدبليو 3 في المسافة بتاعتها. التلات قوة دول او التلات مومنتات دول اللي مخلي المنشأ ستيبل. انما دبليو 4 ودبليو 5 ملناش دعوة بيه. طب اللي بيخلي او اللي بيخلي المنشأ بقى مش السيب، اللي بيحاول يلف المنشأ، قال لك هي عبارة عن اي 3 في المسافة بتاعتها زائد اي 4 في المسافة بتاعتها، دي اللي بتخلي المنشأ يحصل له ايه اوفر تيرنينج ودوران. هو ده اللي هيعمله تحت او اللي حسبه تحت. مسك الدبليو 1 اهو ضربها في المسافة بتاعتها للاو 1، دبليو 2 في المسافة بتاعتها، دبليو 3 في المسافة بتاعتها، لقى ان المومنت اللي بيعمل استابيليتي 7.1 بالنسبة للمومنت اللي بيعمل اوفر تيرنينج اللي هو دوران اي 3 واي 4 في المسافة بتاعتها. مسك كل واحدة وضربها في المسافة بتاعتها، الكلام ده جايبه من الجدول، هتطلع الجدول هتلاقي المسافات ديت موجودة فوق. طبعا خلاص هو المومنت اللي بيعمل استابيليتي 7.1، المومنت اللي بيعمل اوفر تيرنينج 2.6، فهيقسم ده على ده هيلاقي 2.6 اكبر من 1.5، يبقى ده سيء زي الفل وامان. طب افرض بقى يا باشمهندس المنشأ ده مش امان، المنشأ ده لقيت ان الرقم ده اقل من ايه من 1.5، اعمل ايه؟ قال لك والله في الحالة ديت يبقى احنا هنستخدم حديد نحطه بالشكل ده عشان لما يجي القطاع ده يتقلب ويلف عند النقطة O اللي موجودة هنا، يلاقي فيه أسياخ حديد تمنعه إن هو يحصل له انقلاب. طب إزاي نحسب قيمة أسياخ التسليح ديت لو ما كانش الكلام ده أمان؟ الكلام ده لو ما كانش أمان لكن هو أمان وزي الفل، بنقول يا باشمهندس إن قيمة مساحة الحديد دي هو عبارة عن الأوفر تيرنينج مومنت، المومنت اللي جاي هنا كأنك بتصمم قطاع عادي عندنا. المومنت مش انت جايب هنا المومنت اللي بيعمل اوفر تيرنينج اللي بيخلي المنشأ يتقلب في 1.5 عشان نحوله ل التيميد، في 10^5 عشان نحول طن للكيلو جرام سنتي، على الشي على الجي في الدي في الاف واي. ادي المومنت اللي بيعمل اوفر تيرنينج 2.6 في 1.5 في 10^5 على الجي. انا على طول هفترك كده كده ان القطاع ده كبير جدا، فالجي هتطلع امان، فبوينت 8.26، مش لازم اروح اجيب السي واخش اجيب الدي الجي والكلام ده. مضروب في الدي عندنا، الدي عندنا اللي هو طبعا العرض بتاع القطاع بتاعنا كان ده 1.7، يبقى الدي بتاعتنا هي عبارة عن التي ناقص الكفر، فهتطلع 165 سنتي في 3600. هلاقي ان احنا محتاجين 8/10 سنتيمتر مربع، لما حسبتها لقيتها 1 وشوية، فقلت هستخدم 2 فاي 10 كل متر طولي،
الكلام ده لو ما كانش امان، لو ما كانش الخرسانة اصلا مثبتة المنشأ ومش هتعمل له ايه، مش هتعمل له دورة. طب ده بالنسبة للسكشن واحد واحد. بالنسبة لسكشن اتنين اتنين نفس الكلام، بس طبعا القوة اللي هتعمل استابيليتي عندك من دبليو واحد لحد دبليو خمسة مضروبة في المسافة طبعا بتاعتها دبليو اتنين او اتنين. القوة اللي هتعمل اوفر تيرنينج ودوران المنشأ من اي واحد من اي واحد واي اتنين مضروبة برضو في المسافات بتاعتها، حسبتها خمسة قسمت دي على دي طلعت خمسة، 75 امان جدا جدا جدا. طب يا باشمهندس افرض مش امان، المفروض لو مش امان نزود عرض القاعدة شوية ونعمل اعادة تصميم. طيب هو انا في الامتحان يا باشمهندس سؤال مهم، هل لو القطاع ده ما طلعش امان هل هرجع بقى واعيد المساله من الاول وتنين اقرر وازيد الكلام ده؟ لا طبعا، انت بتمشي بحل واحد، نفع نفع، ما نفعش ما نفعش. لكن لما بتيجي تصمم بتجيب اكتر حاجه امان وكل حاجه تبقى امان والكلام ده. طيب بالنسبه لي اللي تشيك على اخر حاجه عندنا يا باشمهندسين اللي هي على الاجهادات بتاعه التربه عندنا، زي ما قلنا يا باشمهندسين ان نتيجة مثلا المومنت اللي بيزق القطاع ده والمومنت اللي عامل استابيليتي على القطاع بيبدأ يا باشمهندسين يتولد مثلا اجهادات على القطاع ده. هنا مثلا بيبقى الجزء ده فيه ضغط والجزء ده ممكن يبقى فيه شد او ممكن يبقى فيه ضغط طبعا نتيجة الايه الاجهادات عندنا. زي طبعا ما خدت في الاستراكشر او الانشاءات مع الدكتوره بشرى ازاي تحسب الاجهادات عندنا، انت طبعا في طريقه تانية كويسه بنمشي بيها اللي هي خطوات واحد اتنين تلاته وتجيب الاجهادات على طول. طيب الاجهادات الاول عند القطاع واحد واحد، عند القطاع واحد واحد طبعا احنا عارفين مكان القطاع واحد واحد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان تعرف تجيب الاجهادات روح هات المحصله بتاعت العزم. محصله العزم اللي هو ايه؟ طرح العزم بتاع الاستابيليتي ناقص العزم اللي بيعمل لك اوفر تيرن. طب يا باشمهندس الكلام ده في ايه؟ في سيكشن واحد واحد اهوت يا باشمهندس. المومنت اللي بيعمل استابيليتي 7.1، المومنت اللي بيعمل اوفر تيرنينج 2.6، هطرحهم من بعض عشان اجيب المحصلة. نفس الكلام ده هعمله في سيكشن اتنين، هطرح ده من ده من بعض وعشان اجيب المحصلة. يبقى هو هنا راح جاب المحصلة بتاعتك، المومنت بتاع الاستابيليتي ناقص المومنت بتاع الاوفر تيرنينج اللي احنا حسبناه فوق في التشيك على الاوفر تيرنينج لقيتها باربعة واربعة من عشرة. قال لك برضو روح اعمل او احسب مقدار القوة الرأسية. ما انت عشان تعمل او تعمل تشيك على الاجهادات زي ما خدنا مع الدكتورة بشرى ان القانون بتاع الاجهادات اللي هو السيجما بيساوي الان على الايه موجب او سالب الام في الواي على الاي، طبعا ام واي على الاي واي في الاكس زائد ام اكس على الاي اكس في الايه في الواي. ده القانون بتاع الايه الدكتوره بشرى. القانون ده هو ده اللي هنطبقه بس بايه بشكل ابسط شويه. عشان نجيب الاجهادات بنضطر نروح نحسب المومنت وبنحسب النورمال فورس. طبعا النورمال فورس اللي هتبقى جايه على القطاع واحد واحد يا باشمهندسين، النورمال فورس هي عباره عن دبليو واحد ودبليو اتنين ودبليو تلاته. انما النورمال فورس اللي جاي على القطاع رقم اتنين لا ده دبليو واحد واتنين وتلاته واربعه وخمسه. فطبعا حسبت الكلام ده دبليو واحد لحد دبليو تلاته طلعت بالرقم ده. قال لك روح هات مسافه اكس هي الام على الان، قسمت ده على ده طلع ان هي تقريبا بنص. روح هات المسافه اي اللي هي عباره عن بي اتنين عرض القاعده على الاتنين ناقص المسافه اكس اللي انا حسبتها من فوق، فطلع الكلام ده ب 34 من ايه من مين. طب انا عايز اجيب بقى الاجادات اللي هي الان السيجما على الاي او الان على الاي موجب او سالب الام مع الام على الاي في الواي. هو ده القانون بس بصورة طبعا ابسط. الان على الاي مضروبة في واحد موجب او سالب ستة الاي على البي. طبعا انا حسبت الاي هنا، حسبت الاي هنا، حسبت الاي عندنا هنا اهيت ب 34 من مية. ال N هي قيمة النورمال فورس اللي جاية عندنا ب 8.9، طبعا الكلام ده سالب علشان ده ثابت في القانون، مقسومة على الاريا بتاعتنا. طبعا الاريا بتاعتنا هي عبارة عن المساحة بتاعت الحيطة بتاعتنا اللي هي 1.7 في 1 اللي هي البي 2 في 1، لان احنا واخدين شريحة مقدارها 1 متر.
مضروبة في واحد ده ثابت، موجب أو سالب ده برضو ثابت في القانون. 6 ال اللي أنا حسبتها مقسومة على عرض القاعدة عندنا ب1.7. طبعا الكلام ده أنا شغال عند القطاع 1.1، أنا شغال عند القطاع 1.1، فبالتالي الأريا 1.7 في 1. البي 1.7 برضو نفس الكلام. فلما حسبت يا باشمهندسين الإجهادات بالقانون ده، لقيت إن الإجهادات موجب 1.18 طن لكل متر مربع، وسالب 11.7 طن لكل متر مربع. طيب يعني يا باشمهندس لما رسمت الجزء ده لقيت إن الإجهادات اللي جاية على القاعدة كالتالي. الإجهادات إحنا عارفين إن القاعدة كلها من أول هنا لحد آخر نقطة كلها على بعض 1.7 1.7 متر. فلما لقيت الجزء ده لقيت ان الجزء ده عليه شد، لان الاشارة طلعت لي هنا موجب 1.18، ولقيت الجزء ده 17 وايه 11.7 طن لكل متر مربع. بالنسبة للجزء اللي عليه ضغط ده يا باشمهندسين، لقيت ان الاشارة بتاعته سالب، فعرفت ان هو ضغط. الخرسانة طبعا ده احنا عارفين ان القطاع 1.1 هنا ده ما بين الخرسانة والخرسانة، يعني ايه؟ يعني نتيجة الإجهاد أو نتيجة المومنت اللي جاي ده، نتيجة الأوفر تيرنينج والكلام ده كله، في إجهاد هنا ضغط مقداره 11.7 جاي على الإيه؟ على الخرسانة اللي تحت دي. طب هي الخرسانة اللي تحت دي بتستحمل قد إيه؟ قال لك لا يا باشمهندس، دي بتتحمل كتير جدا في الضغط، تقدر تتحمل لحد 400 طن لكل متر مربع. 400 طن لكل متر مربع، يعني 40 كيلوجرام لكل سنتيمتر مربع. فبالتالي الجزء الضغط ده امان جدا يا باشمهندس. لكن الشد اللي هنا بقى ده مش امان خالص. ما ينفعش الخرسانه بتاعتنا يبقى عليها شد، ما ينفعش الخرسانه بتاعتنا يبقى عليها شد. يبقى غالبا في كل الاحوال الرقم ده هيطلع لك بسالب وسالب، لا ده بسالب وسالب، يبقى اقل من 40 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، يبقى امان وزي الفل. لكن في الحاله بتاعتنا دي طلعت 1.18، ده شد، ما ينفعش، ما ينفعش خالص الخرسانه بتاعتنا يبقى عليها شد. طب اعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ عشان قال لك تستخدم حديد، تستخدم حديد زي ده بالظبط، حديد تستخدمه وتحطه بالشكل ده. طبعا الكلام ده احنا ما كناش اصلا عاملينه ده، بنقول لو ما كانش موجود، لكن في الحاله بتاعتنا لا احنا هنا هنستخدمه. طبعا هنستخدمه ازاي بقى يا باشمهندس؟ ازاي نعمل نصمم الدول في حاله اذا كان القطاع بتاعك ده عليه شد؟ قال لك يا باشمهندس هتبدا ترسم الاجهادات عندك. هنا الجزء ده كان عليه شد مقداره 1.18، الجزء ده كان عليه ضغط 11.7. قال لك افرض ان المسافة ديت هي عبارة عن اكس، والمسافة ديت هتبقى المسافة دي طبعا هتبقى احنا عارفين المسافة كلها 1.7، يبقى المسافة ديت 1.7 ناقص اكس. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا الهدف من رسم المثلث ده يا باشمهندسين هو طبعا لو كان اداك سالب وسالب يبقى زي الفل، اقل من 40 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، قلنا الكلام ده 400 طن لكل متر مربع، يعني الكلام ده عمره ما هيبقى ان سيف، طبعا هيبقى سيف طبعا، لكن المشكله ان هو يطلع بس تنشن. طب خلاص هو طلع تنشن، بقى هنعمل ايه؟ هنقول له هنستخدم دول. هنستخدم دول. طب قيمة الدول دي احسبها ازاي؟ قال لك بقى يبقى لازم تروح ترسم مثلث الاجهادات دي زي ما انا رسمه كده. الطول ده كله اللي هو طول القاعدة بتاعتك كان كلها عندنا 1.7، القطاع بتاعك اللي هو سيكشن 1.1 ده طوله 1.7. نتيجة المومنت ده بقى فينا هنا ضغط 11.7 وهنا شد 1.18. كل اللي انا عايز اعمله عايز اروح اجيب مساحة المثلث ده، مساحة المثلث ده، عشان لو انا ركزت المثلث ده وجبت مساحته يبقى جبت قوة الشد الناتجة عن الإجهاد ده. فأنا لو جبت قوة الشد ده هقدر ساعتها أقدر أجيب لها الإيه؟ الحديد بتاعي، الحديد بتاعنا. طيب الكلام ده هجيب بقى إزاي مساحة المثلث؟ قال لك يبقى تروح تحسب مساحة أو طول المسافة إكس دي. طب أنا هجيب المسافة إكس دي، قال لك بالتشابه إكس على 1.7 ناقص إكس بيساوي 1.18 على 11.7، اللي هو قانون التشابه العادي. هطلع ان قيمة الاكس ب15%. طيب عشان اجيب قيمة التنشن فورس بقى يا باشمهندس، هضرب نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة عندنا الاكس اللي انا جبتها ب15%، الارتفاع عندنا اللي هي قيمة الاجهاد بتاع الشد اللي انا جبته ب1.18، فلقيت ان تركيز المثلث حوالي 9 طن.
هروح اجيب الحديد، هي عباره عن التنشن فورس، تحويلها لالتميد في 1000 على 85% في الاف واي على الجاما اس. هطلع ان انا عايز مساحه حديد صغيره جدا، هفرض ان احنا او هقول ان احنا محتاجين 2 فاي 10، ده اقل حاجه ممكن استخدمها، 2 ايه 2 فاي 10 كل متر طول. يبقى انا هقوم راسم له الرسمه دي واقول له ان احنا محتاجين 2 فاي 10 كل متر طولي، كل متر بنحط فيه سخين 2 حديد دول علشان نمنع او عشان نقاوم الشد اللي حصل في المنطقه دي، عشان نقاوم الشد اللي حصل في المنطقه دي، لان لو انا ما حطيتش حديد يا باشمهندسين في الحاله ديت هلاقي عندنا ان بدا يحصل شروخ هنا، بدا يحصل شروخ هنا في قلب الجزء ده نتيجه الشد، او نتيجه ان في شد حصل ما بين القاعده ما بين الخرسانه وبعضها البعض. اي نعم طبعا قيمه شد صغيره جدا الخرسانه هتتحملها، لان الخرسانه كده كده برضو بتتحمل جزء كبير من الشد، بس الامان ليا ان انا احط حديد عشان يقاوم الشد في حاله ان هو زاد لاي سبب من الايه من الاسباب. طبعا احنا عندنا القطاع ده هيبقى عليه طبعا ضغط، لان المومنت بيلف في الجزء ده، فالجزء ده هيبقى ضغط. طبعا الضغط هنا الخرسانه بتتحمل لحد 400 كيلو 400 طن لكل متر مربع، فطبعا كده كده هيبقى امان، بس برضو لازم اعمل تشيك عليه. اخر تشيك معانا طبعا يا باشمهندسين على القطاع طبعا اللي هو 2-2 على الاستريس، طبعا ده بيبقى سهل اهوت. طبعا نفس الطريقة اللي عملناها في سيكشن 1-1، هروح نجيب المومنت المحصلة اللي هي الستابيليتي ناقص الاوفر تيرنينج، ونجيب القوة الرأسية اللي بتأثر علينا، واقسم الاتنين على بعض، واروح اجيب الاي، وبعد كده اروح اجيب الاجهادات بالقانون ده. سهلة جدا اهوت، راح جاب المومنت بتاعك الستابيليتي ناقص اوفر تيرنينج، طلعت الرقم ده. النورمال فورس طبعا 5 قوة، قسمتهم الاتنين مع بعض لقيتها 1.43%. عشان اجيب الاكسنتريست بتاعتنا هي عبارة عن بي 3 على 2 ناقص الاكس، البي 3 اللي هي عرض القاعدة كلها ب 3.1، لان شغال عند القطاع 2.2، هيطلع عندنا 12%. هروح اجيب الاجهادات عندنا بنفس القانون بتاع الاجهادات، هو ده نفس القانون بتاع سيجما، بتاع السيجما بيساوي الان على الاي زائد الام في الام على الاي في الام على الاي في الواي، هو نفس القانون، بس احنا بس ايه عدلناه وجبنا قيمة الاي بطريقة اسهل شوية. لو حد عايز يفهم القانون اتحول ازاي واتجاب ازاي يبقى ايه يبقى يكلمني. الان طبعا احنا حسبناها على الاريا بتاعت القطاع، طبعا دي مساحة القاعدة في 1 متر، شريحة مقدارها 1 متر، واخدينها مضروبة في 1 زائد موجب او سالب 6 في الاي، الاي اللي انا حسبتها فوق هنا مقسومة على البي اللي هي عرض القاعدة كلها، فطلع ان الاجهاد عندنا سالب 6.6 وسالب 4.1، يعني الضغط اجهاد هنا ضغط والاجهاد هنا ضغط، قيمته قد ايه؟ 6.6. طيب هو الاجهاد ده نزل على ايه؟ لا ده سيكشن 2-2 ده يا باشمهندس اجهاد الارض بقى، ده الاجهاد اللي جاي هنا لما انا حسبته لقيت ان هو اجهاد ضغط، الارض هنا مضغوطة وبرضو الارض هنا مضغوطة ما عليهاش شد. طب هو الارض تقدر تتحمل قد ايه يا باشمهندس بقى من الضغط او الضغط او الشد والكلام ده؟ طبعا الارض ما بتتحملش اي شد، لا لو طلع ان في شد عندك هنزود عرض القاعدة. انما كده كده انا حسبته وطلع ان احنا عندنا ضغط. طب الارض بتتحمل قد ايه يا باشمهندس؟ هو قايل لك اهوت قدرة تحمل التربة للضغط 1.5 كيلوجرام لكل سنتيمتر مربع، يعني كام طن؟ يعني 15 طن لكل سنتيمتر مربع. طب انا طالع عندي كام؟ لا ده انا طالع عندي حاجة صغيرة قوي يا باشمهندس، طلع عندي 6.6، اقل من 15 اللي هي 1.5 اللي هي البيرنج كاباسيتي بتاعت التربة، يبقى زي الايه؟ زي الفل. الاتنين طلعوا ضغط ده تمام، لكن لو مش امان يبقى في الحالة ديت هنضطر نزود عرض القاعدة ونعمل اعادة للايه؟ للتصميم. طيب ده بالنسبة لايه؟ للجرافيتي ريتيننج وول. طبعا الجرافيتي ريتينج وول مهم جدا يا باشمهندس، مفيش حد يهمله في المذاكرة لأنه احتمال كبير بيجي في الامتحان. حاجة أخيرة يا باشمهندس، ممكن الدكتور يقول لك دخل المية الجوفية معايا
في الحالة دي يا باشمهندس المياه الجوفية معاك مثلا هيقول لك منسوبها عند كذا، أو أنت هتاخدها نفس منسوب الوتر ليفل لو مديها لك في منشأ، وتبدأ طبعا تحسبها زي زي ما حسبنا في الكالفرت. بيبدأ طبعا اللي هيختلف عندك يا باشمهندس هو فقط الأحمال الجانبية ديت، بتبدأ طبعا تحط مثلث لضغط المية هنا، مثلث جديد طبعا جنب ضغط التربة، الجاما في الاتش، الجاما بتاعت الوتر بواحد في الاتش اللي هو ارتفاع عمود المية ده. هنا طبعا التربة بتتحول ل تربة مغمورة بالمية سبمرجد طبعا، فالكثافة او حساب القوة الجانبية ديت هتختلف زي ما شرحنا في حساب الكالفورت وكده. يبقى انت لو اداك المياه منسوب المياه الجوفيه يبقى في الحاله ديت هتعمل له مثلث ضغط ميه وتحسب له الاي 2 زي ما حسبناها قبل كده، وتبدا تشتغل بنفس القوانين وكل حاجه، بس بدل ما تقول اي 1 واي 2 هتضيف عليهم برضو الايه الاي 3 لو انت حسبتها. بس ده يعني الجرافيتي ريتين جول خطوات ثابته وسهله، وان شاء الله يعني لو جت في الامتحان حاجة مضمونة بإذن الله، بس الناس تكتب قوانين وتقيه وتحل وشو بس كده. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.